أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. من المنتظر أن تطال التحقيقات والأبحاث كوادر وإطارات أمنية تمت إحالتها على التقاعد الوجوبي، وذلك على خلفية جملة من الملفات الشائكة والخطيرة. وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة للحرية، فإن التحقيقات ستطال أحد المديرين العامين السابقين ومسؤولين أمنيين سابقين في ملف إسناد جوازات سفر لعناصر إرهابية وملف إسناد رخص بنادق الصيد والصفقات العمومية. كتبه توفيق العوني.